ينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفخري. عبد العزيز، أسباب مسالة مفوضية الانتخابات أمام البرلمان الليبي؟ نعم، لنبدأ بداية بآخر الأخبار الواردة على لسان عدد من أعضاء مجلس النواب. صلاح، نتحدث عن أن اليوم عدد من أعضاء مجلس النواب سيتوجهون بالفعل إلى مدينة طبرق، حيث المقر المؤقت لعقد جلسات مجلس النواب، وذلك استعدادا للجلسة المرتقبة. عدد من النواب يتحدثون على أن هناك استعدادات الآن تتم من هيئة رئاسة مجلس النواب لأن يجري التحضير لهذه الجلسة، ستكون يوم الغد في حال إن لم يتم إقرار تأجيل هذه الجلسة، وذلك بدواعي تحفظات أكثر من 70 نائب حول الآن مسار العملية الانتخابية في ليبيا، وكذلك مطالبة 70 نائبا برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، أيضا رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، على ضرورة المثول تحت قبة البرلمان، وذلك لمعرفة ملابسات ما تم من تجاوزات كما يصف هؤلاء النواب على مستوى تشريعات مجلس النواب، عدم الاعتراف بالمادة 12 وعدم الأخذ بعين الاعتبار عند تسجيل وتقديم أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية، وكذلك حول شكوك وجود عدد من التجاوزات، كذلك بيع بطاقات للناخبين في بعض المناطق في ليبيا. طيب، يعني هل من الممكن أن تؤجل المفوضية القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة؟ نعم صلاح، حسب الجداول الزمنية للمفوضية العليا للانتخابات قبل انطلاق عملية تسجيل المترشحين، كان من المفترض أن يكون اليوم هو اليوم النهائي، وذلك لعرض القوائم النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات 24 من ديسمبر، ولكن بناء على طلبات أو مطالبات من أعضاء مجلس النواب حذروا المفوضية من نشر القائمة النهائية قبل الاستماع لتوجيه أو وجهات نظر هؤلاء النواب المتحفظين على أداء عمل المفوضية العليا للانتخابات وكذلك السلطة القضائية، قائلين أن هذه الخطوة قد تصعد وبالتالي نسف بالتالي العملية الانتخابية برمتها في ليبيا. يجب معرفة نتائج هذه الجلسة المرتقبة لمجلس النواب قبل الذهاب في نشر القائمة النهائية لمرشحين الرئاسة. إذا نحن نتحدث الآن ربما على خطوة أخرى للوراء، البعض يتحدث الآن على استحالة أن يكون هناك انتخابات رئاسية في ظل هذا الجو المشحون والمعقد، وكذلك تجاذبات ما بين مجلس النواب داخل أعضاء أنفسهم وكذلك مع المفوضية، أيضا نتحدث على السلطة القضائية، بالإضافة كذلك كما يصف هؤلاء النواب تورط واضح الآن من قبل السلطة التنفيذية في ليبيا، وذلك لإرباك عمل المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة كذلك هناك عدد من أعضاء مجلس النواب، هناك من يتحدث على ما يعرف الآن بالخطة البديلة في حال فشلت هذه الانتخابات، هناك من بدأ يطرح لنا أسماء بعض الشخصيات لتولي الآن رئاسة حكومة أزمة لأربع أو خمسة أشهر قبل الذهاب إلى انتخابات أخرى. على أي حال، نحن ننتظر ونترقب نتائج هذه الجلسة ما إن كان مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات، أيضا نتحدث عن السلطة القضائية سيقدمون ضمانات بإجراء الانتخابات الرئاسية، نتحدث هنا في التاريخ المحدد، وكذلك بما يتعلق بنشر القائمة النهائية للمرشحي الرئاسة، هل سيتم ذلك خلال فترة وجيزة أم أن الأمر سيذهب للتمديد وبالتالي تأجيل تاريخ 24 من ديسمبر إلى موعد آخر سيتم الاتفاق عليه. عبد العزيز الفاخري مراسل الغد، كنت معنا من بنغازي، شكرا جزيلا.